اسمي اسماعيل عبد الحافظ، من أبناء أسوان هنا. وبالفعل المشروع ده وفر فرص عمل كتير أوي للشباب. احنا كنا ما يقارب في المشروع هنا 900 أو 1000 عامل. بالفعل احنا بنشارك في مشروع قومي، وحسينا إن احنا بنخدم وطننا أصلا في التركيبات والشغل اللي احنا عملناه. وبالفعل احنا اكتسبنا فيها خبرة في المشروع، وإن شاء الله مشاريع الحكاية بتبني على أكبر وجه إن شاء الله. معك العامل طارق فواز، أحنا خليفة من أسوان. أنا من شهر 7 هنا، من أحسن الشركات يعني، مع المهندسين أو المشرفين أو المديرين آخر احترام، وأنا بتعلم منهم والحمد لله يعني. أما المواصلات موفرين لنا كل حاجة، مواصلات رايح جاي والوجبات والمية وكل حاجة.